أشكركم على تعاونكم معنا كقناة قناة المسار، وديما متواجدين في أي حالة في شحات. ثاني طبعا احنا بالتنسيق مع التأمين الصحي وخاصة الملصق بتاع الجبل الأخضر الأستاذ محمود البلعصي، قد تعاون معنا ودزلنا اليوم يدزلنا 2 مصورين باش طبعا يساعدوا المتقاعدين بالذهاب للبيضة ويصوروهم هنا في شحات، وتستضروا فيهم على أساس أنهم يجوا يصوروا ويحلوا يعطوهم بطاقات التأمين الصحي. طبعا التأمين الصحي على أساس العلاج والأدوية، يصرف لهم علاج والأدوية مجانا وفقا للقانون التأمين الصحي، لكن طبعا فيه بعض العراقيل ما زالوا يعالجوا فيهن في بالنسبة للتأمين الصحي. العيادات اللي فتحن توا في البيضة في نقص في الأدوية ونقص في الأطباء، وقالوا أوعدوا النقيب العام أنهم يحلوا المشاكل بحيث أن المتقاعد وما يجي العيادة يلقى جميع الخدمات، يلقى دكاترة يحلوا يعالجوه ويلقوا أدوية متوفرة. لكن المرة يقول لهم لا فيه أدوية وما فيش في نقص، ومرة يبقى ينتظروا بالساعات في إجراء تحاليل وني، فحقيقة ظلم. بداية نهنئ الأخوة المتقاعدين، نستضيفهم اليوم في قاعة شهداء بلدية شحات لإتمام إجراءاتهم نحو التأمين الصحي. هذه الفئة حقيقة أعطت ما لديها من جهد، وأعطت ما لديها من عرق، وأعطت ما لديها من خدمة لهذا الوطن الغالي. حري بنا أن نستضيفهم اليوم في هذه القاعة لإتمام إجراءاتهم. بإذن الله تعالى سيكون التعاقد مع عيادة الحياة باعتبارها هي العيادة اللي ممكن تقدم الأفضل لهذه الشريحة. هذه الشريحة حري بنا أن نستضيفها، حري بنا أن نقدم لها ما نستطيع نحن كمجتمع تجاه هذه الشريحة التي أعطت الكثير، وبإذن الله تعالى سنكون في الموعد معهم في أي اجتماع قادم، وسنبذل الجهد لأجل هذه الشريحة التي قدمت للوطن بإذن الله تعالى.